guys, welcome back to my YouTube channel. اليوم في عنا فعالية بالجامعة وحبيت شاركها معكم. في حوار أو شو بسموها نقاش. Hey. Wait, a video for what? My YouTube channel. Oh, hi. We're having our medical debate. You know how to speak Arabic, right? A little. A little. Yeah, try. Yeah, you have to say Arabic. Try. No, you have to try. No, you do it yourself. Oh, hi, Habibi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So, hi guys. I'm just running in and out, so I'll see you. Make sure you subscribe to this channel if you're not. What are you gonna tell them? I'm gonna tell them that this is second round that we are going in for, and we're gonna win it. Oh wait, what? اوكي اوكي جريت جريت حماس حماس والله الفعاليه صايره فعاليه مثل كانه اتجاه معاكس. What are you gonna say to the Arabic world? اخسمل كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ اشهد ان لا اخسمل. Don't subscribe, I mean, don't. No, they will actually not subscribe. I mean, Arsa. فباختصار المسابقة عبارة عن إنه بيكون فريقين، كل فريق مكون من 3 أشخاص، وبيكون في موضوع معين بيطرحوه عليهم، وفريق بيكون معه وفريق بيكون ضد، كل فريق بيكون عنده وقت معين لحتى يحكي بالموضوع، يقنع الفريق الثاني بوجهة نظره بالموضوع، يعني مثل الاتجاه المعاكس فينا نحكي، واللي بيحكم إنه مين اللي بيكون فايز أو هيك، اللجنة اللي أنتم شايفينها هون، الثلاثة اللي قاعدين قدام. How are you guys? No. How are you guys feeling? Say your feelings. My feeling. We're excited. For their first round, you guys were not like that dramatic. You guys want drama? We're yeah. Drama. Okay, I'm gonna jump off the table. Yes. The battle round. Each. You are saying that don't legalize at all. If you don't legalize at all. How will we go further in this thing? صراحة المواضيع اللي بيطرحوها عليهم كتير كتير شيقة وبتشد انتباه الواحد لحتى انه يتابع معهم كيف عم يتحاوروا. يعني اول فريق كانوا عم يتحاوروا عن هل الاجهاض للمرأة المفروض يكون القرار متخذ بس من قبل المرأة انه هي اللي تقرر، او انه مثلا الاب يشترك بالقرار ويسمح لها او يمنعها، او مثلا في جهة تانية في المستشفى او من الحكومة تقرر هذا الشيء. تاني موضوع كان المرضى اللي بيكون ميؤوس من حالته في المستشفى وخلص، يعني الدكتور بيكون قرر انه ما ييؤوس من حالته وما في لهم يعني امل بالحياة، هل مسموح انه ننهي حياة المريض هاد، او هل مسموح انه نطفي الاجهزة اللي مساعدته انه يضل يعني مقاوم وعلى قيد الحياة؟ اكتبوا لي بالتعليقات شو بيكون رايكم بكل الحالتين. واخر جولة عندنا هون اللي هي النهائي عم يتحاوروا عن الأطفال اللي بيكونوا معدلين جينيا، هل هو شيء مسموح ولا غير مسموح منه قانونيا؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتات شو بيكون رأيكم لو حدا سألكم الأسئلة هاي. طبعا الواحد بيكون له الحق يسأل أسئلة، مثلا من الحضور فيك تسأل أسئلة لأي فريق من الفرق، إذا شفت إنه في فريق من الفرق عنده حق أو ما عنده حق أو مثلا هيك بيكون في فقرة فيك تسأل أسئلة. So what makes you think that that's this band that you're talking about that only خلصنا بقى هلا ماضي غير التنظيف. What does that mean? What did you just say? A lot of genre. Yes, it's a YouTube. Hi YouTube. Yeah, go ahead. What else? You what should else tell them to subscribe. Subscribe, like, turn on your post notifications. شوف البني آدم ده منافق. اعمل له لايك وسبسكرايب. Give it a thumbs up. Yes. I don't care. So. كيف وضعي زول؟ كيف وضعي؟ والله نتفليكس ما شاء الله بريزون بريك خلصتي زمان. حبيبي subscribe. My baby subscribe. Yeah. No, we're not doing this. Say hi to all the Indians that are gonna watch this. You are the Indian who's gonna deliver the message. Hi to all the Indians. عم يصوروا الصورة الجماعية. Barbara, we're all coming.